حياكم الله اصدقائي الطيبين، وياكم انس. لا تنسى الصلاه على النبي. وايد يسالون على توقيت لعبه العراق وفيتنام والقنوات الناقله، خلينا لايك واشتراك، تابع الفيديو وياي، واتمنى تشاركون الفيديو لاصدقائكم حتى يعرفون. منتخبنا الوطني العراقي واجه نظيره الفيتنام اليوم في تمام الساعه 9 مساء ان شاء الله بتوقيت بغداد على ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة السادسة من منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027. كل التوفيق لمنتخبنا العراقي، إن شاء الله اليوم يفوز العراق. للترفيه، نسبة شحن جهازك هي نسبة فوز العراق على فيتنام اليوم، اكتب نسبة شحن جهازك، وطبعا لا يعلم الغيب إلا الله. أصدقائي، القنوات الناقلة لمباراة اليوم الشرقية والعراقية الرياضية والرابعة الرياضية وعلى الأكثر السومرية. اكتبوا لنا توقعاتكم لمباراة اليوم. انا اتمنى اليوم يفوز العراق اقل شيء 4-0، يعني اللعبة بالبصرة بين جماهيرنا 65,000 متفرج. برأيكم في اي سنة كانت هذه تشكيلة المنتخب الوطني العراقي؟ ووقتها كنا نضوج من يخسرون، يعني ما اعرف شلون كنا نبوه عليهم بوقتها، وكل لاعب وياهم غريب من يعرفه. برأيكم عندي يا مدرب كانت هذه التشكيلة، اكتبوا لنا اسمه. يا مدرب عراقي يمتلك رشاقة كاساس ويستطيع الوقوف على الكرة، اكتبوا لنا اسمه. قبل ساعة تقريبا لحظة خروج حيدر زكي من السجن بعدما قضى لمدة شهر كامل في السجن، بس شوفوا من مستقبله محبوب جماهير محمد خلف. تعرفون حيدر زكي سمنان؟ حيدر زكي قضى نصف مدة محكوميته بتنازل من الطرف الآخر عدنان درجال. بكل صراحة وبدون عاطفة، هل بإمكان منتخبنا الوطني العراقي التأهل إلى كأس العالم بهذه التشكيلة؟ الظهير الأيسر لمنتخبنا الوطني العراقي ميرخا زوسكي الغائب بسبب الإصابة يصل مدينة البصرة قادما من التشيك لمساندة سود رافدين في لقاء فيتنام اليوم في آخر مواجهات التصفيات الأولية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. تخيل جاي من أوروبا لآسيا على مود يشوف لعبة العراق وهو ما مستدعيه. هي حب هذا لبلدك يا ميرخا زوسكي. فريد مجيد يقول بشار أسن رمز من رموز الكرة العراقية. المقدم يسأل يقول لا تخشى من ردود الأفعال بعد هذا الوصف. حبالك مسوين مكالمة جماعية بالواتساب وكلهم يتفقون يقولون نفس الكلام بالإعلام. كجماهير عراقية هل تؤيدون تصريحه؟ سيتم توزيع المياه مجانا للجماهير اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مباراة العراق وفيتنام. اتحاد الكرة العراقي في خطوة إيجابية أعطى الموافقة لإحدى شركات المياه لتوفير المياه مجانا للجماهير ولجميع الطواقم العاملة في مباراة منتخبنا الوطني العراقي أمام فيتنام اليوم. سيتم توفير المياه لجميع الجماهير المتواجدة خارج الملعب ولجميع اللجان والطواقم التنظيمية في مباراة اليوم. السعودي محمد العتيبي يقول الشرطة أكبر نادي جماهيري في العراق، وشوف الملعب وتتأكدون. هل تتفقون مع تصريحه؟ برأيكم منو أكثر نادي جماهيري بالعراق؟ رسميا استبعاد فرانكي ديونغ من اليورو بسبب إصابته مع برشلونة، أي لم يلعب مع منتخب هولندا في اليورو. النصر السعودي ينوي لتقديم عرض لأنطونيو روديغير مدافع ريال مدريد لأربع مواسم مقابل 100 مليون يورو. يعني كل عقلهم الريال يتخلى عنه وهو أفضل مدافع بالعالم. محمد خلف عبر الفيسبوك بعد الإفراج عن حيدر زكي كتب الحمد لله جولة والقادم جولات. شنو يقصد بهذا منشورة؟